ما نقص مال عبد من صدقة. ثلاثة أقسم عليهن، يقسم الرسول، ما نقص مال عبد من صدقة. سبحان الله، ما نقص ليه؟ لأن عبد الرحمن بن عوف لما جردته أمه من كل ما يملك راح المدينة مع 4 دراهم، وبعدين أخوه الأنصاري قال له دي البيت، ولا لا 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 بيت بس دلني على السوق. ضحك أخوه الأنصاري، ما عارف المليارديرات وأصحاب الملايين ها معروفين منهم في 3 قبائل، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكانوا دول شغلتهم ايه في المدينة؟ تجارة الذهب وتصنيع السلاح والسروج، يصنعوا الذهب سباك الذهب ويصنعوا السروج والسلاح ويبيعوها لمين؟ يبيعوها للأوس عشان يحاربوا الخزرج، ويبيعوها للخزرج عشان يحاربوا الأوس. خلي بالك انت، فكل ما الحرب تبتدي تهدى ويبتدي الناس يتصالحوا مع بعض ها، يجي واحد منهم ايه ده خالك يقتلوه وتسكت؟ ها ده انت صحيح يا ردي بعيد، سبحان الله، ها ابن عمك فلان ها صخر ابن حرب ابن يقتل كده دمه يروح حضر، سبحان الله، يثير الثراء، سبحان الله، تروح غيمة عشان هو ايه ايه سبحانك يا رب ليه الله. هل في التاريخ صفحة جديدة؟ مثلا المهم يعني، فسبحان الله العظيم، انت في قضية سيدنا عبد الرحمن، قال له يا عبد الرحمن اين تذهب؟ قال له والله لقد دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لعبد الرحمن في صفقة يمينه، فوالله لو وضعت يدي تحت حجر عندي من اليقين بفضل دعاء الله ان اجد دينارا من الذهب. 4 دراهم بعد ان انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم للرفيق الاعلى، وبعد ما عاش عبد الرحمن عمرا فيه طاعة، كان يخرج زكاة ماله 1 و2 و3 3 مرات يخرج زكاة، لما مات بدأوا يعملوا التركة اللي هو اعلام الوراثة، مش مو كده ولا ايه؟ عايزين يحصروا التركة، جاءوا بالعمال ودخلوا على سبائك الذهب، فما غابت الشمس حتى مجلت ايدي العمال، مجلت يعني ايه؟ التهبت وتورمت من الفؤوس من كثرة تكسير سبائك الذهب، يعني ولا ميزان المدفوعات بتاع دولة يتكسر. راحت زوجته الرابعة، خلي بالك من الرابعة دي، زوجته الرابعة ده عبد الرحمن بن عوف، خلي بالك انت اسمع، مش عبد الرحمن بن محمود، لا عبد الرحمن بن عوف، تختلف عشان ما تغلط ولا بتاع، عايز تحكي الحكاية احكيها، انا ماليش دعوة، قول عن الشيخ عمر خلاص وامسحها فيه، سبحان الله، حطها في رغبة عالم واطلع سالم. فزوجته كانت حامل، قالوا لازم ننتظر هتشوف هي ولد ولا ايه ولا بنت، الولد غير الايه غير بنت. قالت لا، قسموها على انها بنت، ولو طلع ولد انا متنازلة. الذكاء اضمن دلوقتي سبحان الله، بعد شوية الحكاية تدخل في دوامة القاضي القضاء، والمهم يعني سبحان الله، فقسموا التركة، اعطوني حقي، اعطوها حقها. طلع 2 كتب السيرة تقول 2000 ألف، يعني 2 مليون دينار ذهب. ده بالنسبة للتركة بايه؟ هم الاربعة ياخدوا كام؟ يشتركوا في التوم، مش كل واحد تاخد تمن والباقي ياخد خازوق، لا لا، كل اربعتهم الاربعه مع بعض ياخدوا كانها زوجه، خلاص اربع، انتوا بتوع حسابات، انا راجل ماليش في الحساب، ربع التمن 2 مليون، يبقى تركه عبد الرحمن بن عوف كانت 64 مليون دينار من الذهب. منين ها؟ من الاربع دراهم. ومنين ايضا؟ من تطهير المال والزكاه. انفق بلال ولا تخشى من ذي العرش اقلالا، انفق ينفق عليك، حاذر ان تدعو عليك الملائكة، اللهم اعط منفقا خلفا واعط ممسكا تلفا، سبحان الله، لان في طائفة من الناس يعني اللي اخرجهم ربنا ما كان لهم جنات وعيون ويعني وخيرات من الله عز وجل، لما ماتوا وانزاحوا ما تطلعوش زكاة المال، قال فما بكت عليهم السماء والارض. يعني ايه؟ يعني لأهل الارض بكوا ولا اهل الايه السماء بكوا؟ انت لما تموت يبكي عليك مكانان ونوعان، تحب تعرف ولا بعد العيد ان شاء الله نكون من هالدنيا تعرف لما تموت هتعمل يعني؟ طيب، لما يبكي على المؤمن
مهبط سجوده في الارض ومصعد عمله في السماء. كل واحد له شفرة يطلع منها العمل، والعمل الصالح ايه يرفعه، فيطلع من مكان معين. سبحان الله، فالمكان اللي تسجد فيه يبكي عليك، والمكان اللي يصعد منه العمل يبكي عليه، والناس الصالحون يبكون لفقدك، والملائكة ايضا تبكي عليك لانك غادرت او توقفت عن الذكر. سبحان الله العظيم، التنين والعياذ بالله. فما بكت عليهم السماء والارض، لا السماء تبكي ولا الارض تبكي. اذا مات المؤمن بكت عليه اثاره، اثاره تبكي عليه. ليه؟ لانه كان بيتعايش معها بما يرضي الله. احبتي في الله، راجع نفسك وانظر ماذا ترى، وخطط لنفسك، خطط، شوف للدنيا خطط براحتك، ولكن خطط للآخرة. إذا قدمت على الله بعد لحظات أو بعد شهور أو بعد سنوات، ماذا أنت قائل لربك؟ أعد جوابا وليكن صوابا.